محاولة إنقاذ شجاعة نهايتها مأساة مروعة، هذا ما حصل مع مبتعثين سعوديين توفيا غرقا في نهر تشيكوبي في ولاية ماساتشوستس الأمريكية خلال محاولتهما إنقاذ طفلين من الغرق في النهر ذاته. المبتعثان هما ذيب اليامي يبلغ من العمر 27 عاما وكان في السنة الرابعة في تخصص الهندسة بجامعة هارتفورد، وجاسر الراكا أيضا الذي يبلغ من العمر 25 عاما ويدرس الهندسة المدنية في جامعة نيو إنجلاند الغربية. وقد أصدرت الجامعتان بيانين أعلنتا فيهما مواساتهما لعائلتي اليامي والراكا، وأعلنتا تقديرهما لبطولة المبتعثين.